كل اللي عم بيتهموا وسائل الاعلام انه عم بيطلعوا مصاري، شو بتقول لهم اليوم؟ منو عم بيطلعوا مصاري؟ قل لهم خبرهم في اعلانات؟ من حيث المبدا صفر. من حيث المبدا التلفزيونات بتطلع مصرياتها من الاعلانات صح؟ واذا فتنا هيك بنظريه تآمريه اكثر وبياخذوا مصاري تحت الطاوله من الانظمه اللي بهمها. طب اطلعوا على الانظمه اللي بتدفع عاده مش مفلسه عم بيدفعوا شيء خساره بخساره. بس اللي بيشفع انه النقل الاخباري بما انه نحن بلبنان وعندنا المعدات وهالمراسلين موجودين ما بتكلفك ساعه النقل الاخباري ما بتطلع شيء قدام ساعه الدراما التلفزيونيه. بس عم يطلعوا مصاري بس هي مش لصالحنا نحن هيدا. بس نحن هو ايوه بعد قوم بعد قوم بعد قوم جيب الشنتين كلنا الضرب يعني نحن قوم لهلا بعدنا عم نعمل برامج خليك عم بتسور لهلا قوم ما سمعتني بقول لك انه نحن هون بعدنا عم نعمل برامج الام تي في عندها مناعة مرعبة وهيدي بتكلف الام تي في مرعبة ما بعرف ميشيل المر من وين بيجيب هالصبر ومن ما بعرف كيف بعده عم يشتغل عن جد وما بحب وجه تحيات بس كيف مضاين وكيف أعصابه مضاينة وكيف عنده مسؤولية كبيرة آلاف من الموظفين والعائلات وبعده مستمر ومثابر ما نهيني.